تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة وخدمة سكنية، أعلن المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان عن بدء الوزارة في إجراءات توزيع مشروع البحير الإسكاني على المواطنين المستفيدين، مؤكدا حرص الوزارة التام على ضمان وصول الخدمة الإسكانية للمواطن بالسرعة الممكنة وبأعلى معايير الجودة. على هامش مباشرته إجراءات التوزيع بمشروع البحير الإسكاني، قال سعادة وزير الإسكان إن هذا المشروع يعد من أبرز المشاريع الإسكانية التي تنفذها الوزارة بالمحافظة الجنوبية، وأنه يعد أحد الروافد الأساسية لبرنامج تنفيذ الأمر الملكي السامي ببناء 40,000 وحدة سكنية التي أمر عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتنفيذها في أسرع وقت ممكن، والمنبثق عنه الالتزام الإسكاني في برنامج الحكومة بشأن العمل على توفير 25,000 وحدة سكنية، مشيرا إلى أن دعم الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ساهم في الإسراع بتوزيعه على المواطنين بعد وصول نسب الإنجاز به إلى المرحلة النهائية. وزارة الإسكان تعمل بأقصى طاقتها تنفيذا لأمر سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد بتوزيع 5000 وحدة سكنية، ولله الحمد اليوم طبعا تستقبل وزارة المرشحين لمشروع البحير الإسكاني، وطبعا مشروع البحير يتكون من أكثر مرحلة، واليوم إن شاء الله راح نوزع المرحلة الأولى. ملاحظ من خلال برنامج توزيع 5000 وحدة سكنية أن الوزارة لله الحمد تستهدف كل مناطق مملكة البحرين، فبدأنا البرنامج مدينة شرق الحد، استكملنا بعض القصائم في شرق سترة، ومن ثم وحدات سكنية في مدينة سلمان، واليوم لله الحمد احنا في نستقبل المواطنين المرشحين لمشروع البحير الإسكاني، وإن شاء الله راح تواصل الوزارة توزيعاتها بنفس الطاقة وبنفس الحماس إن شاء الله. ويمتاز مشروع البحير إلى جانب موقعه بتضمنه العديد من الخدمات والمرافق التي تخدم قاطني المشروع كمناطق مفتوحة لألعاب الأطفال، فضلا عن توفير مسارات خاصة للمشاة والدراجات الهوائية أسوة بمشاريع مدن البحرين الجديدة. فرحتي ما تنوصف كلش أبد، يعني الحمد لله رب العالمين، يعني كان نزلت علي بركة من السماء، يعني الله يطول في عمر سيدي جلالة الملك محمد بن عيسى الخليفة، والله يطول في عمر الأمير سلمان بن حمد الخليفة على عملهم الطيب، رئيس الوزراء عملهم الطيب هذا لشعب البحرين وجميع المواطنين، والحمد لله رب العالمين. فرحة ما توصف، بشات لها الأصدقاء وكل من يعز علي، وأشكر سيدي جلالة الملك سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فهذه الشيء يعني وايد أسعدنا، والزوجة والعيال حتى عيال صغار استانسوا، يقولنا نبي نلعب وقرفة وكذا، تعرف يعني فرحة يعني ما توصف، والحمد لله على كل حال. طبعا احنا نشكر القيادة، ونشكر أيضا رئيس الوزراء وولي العهد على تبني هذا المشروع صراحة، اللي من خلال يعني هذا التسريع الجميل اللي لاحظنا خلال الآونة الأخيرة. الحمد لله أمس اتصلوا فيني، صراحة المعاملة جدا طيبة كانت، وبشروني بالبيت، وصراحة أول من بشرت أمي وأهلي يعني، وما أقدر أوصف سعادتي يعني بهالخبر دي، وأشكر حكومتنا الرشيدة والقيادة مالتنا على اهتمامهم فينا وخدمتهم للمواطن، صراحة يعني ما أقول لا جزاهم الله خير، والله يعينهم يوفقهم ويسددهم حق كل خير إن شاء الله. وسيسهم مشروع البحير بشكل كبير في تلبية الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار في المحافظة الجنوبية بعد أن أحرزت بالفعل تقدما لا سيما بعد توزيع المراحل الأولى بمدينة خليفة ومشاريع المجمعات السكنية في الرفاع الغربي والرفاع الشرقي، مع استمرار العمل لتنفيذ المشاريع وتوفير الخدمات الإسكانية في المحافظة الجنوبية ومختلف محافظات المملكة.